الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن عملية وشيكة ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. وبعد جولة الكيان الصهيوني، بولتون يغادر أنقرة بعد رفض أردوغان لاستقباله. ما مصير من بيجو عملية شرق الفرات بعد هذه الجولات؟ ولمن سيكون القرار في الولايات المتحدة؟ ما دلالات رهن الانسحاب الأمريكي من سوريا بحماية الأكراد؟ وأي السيناريوهات التي تنتظر زيارة مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط؟ في استديو التاسعة مع علاء الصالح. أنه مستشار الأمن القومي الأمريكي، أقوى دولة في العالم اليوم، يرفض استقباله من قبل رئيس دولة مسلمة. بل أكثر من ذلك، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بشأن رغبة واشنطن الحصول على ضمانات من أنقرة بعدم مهاجمة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية. الرئيس أردوغان وصف تصريحات بولتون بأنها غير مقبولة، ولم يستقبله في القصر الرئاسي في أنقرة كما كان متوقعا. طيب، من يمثل اليوم مشاهدين الكرام الموقف الأمريكي من مستقبل الأوضاع في شرق الفرات؟ وأي العوامل هي الأهم بالنسبة للرئيس الأمريكي شخصيا دونالد ترامب؟ هل هي وعوده الانتخابية بالانسحاب من هناك؟ أم ما يتعلق بأمن الكيان الإسرائيلي الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية؟ أم ما يتعلق بالميليشيات الكردية أيضا التي تبدو بأنها أصبحت طفلا مدللا آخر في المنطقة لواشنطن؟ أم المصلحة مع تركيا حليف واشنطن في الناتو؟ تبدو المعادلة معقدة، سنحاول أن نفهمها أكثر معكم في هذه الحلقة من استديو التاسعة. أهلا بكم. أكثر من اللي صار شو بده يصير يا سيدي الكريم؟ السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ حمزة دكين، أهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في استديو التاسعة. الله يسلمك. ما هو العنوان المتعلق بموضوعنا اليوم أستاذ حمزة برأيك؟ تركيا قادمة على العملية العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شرقي الفرات رغما عن الولايات المتحدة الأمريكية. هيك؟ طيب، نفصل في هذا العنوان معك ومع المشاهدين الكرام. حياك الله. حديثنا تركي معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من استديو التاسعة مع الكاتب الصحفي حمزة تكين. نبدأ معه الحوار والنقاش بعد متابعة هذا التقرير. تفضل. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له اليوم يقطع شك باليقين ويؤكد أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أن الجيش التركي سيبدأ قريبا جدا التحرك ضد التنظيمات الإرهابية الكردية في شمال سوريا. الرئيس التركي في كلمته أشار إلى أن رغم تعهد الإدارة الأمريكية بالتخلي عن هذه التنظيمات، إلا أن هناك بعض العناصر النافذة والمؤثرة في الإدارة تسعى لإجهاض هذا التفاهم. ولم يفوت الرئيس التركي الفرصة للحديث عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه ارتكب خطأ جسيما في تصريحاته بشأن سوريا، مشيرا إلى أن القيادة التركية لن تقدم تنازلات في مجال مكافحة الإرهاب. هذه التشنجات في العلاقة التركية الأمريكية حول شمال سوريا ودعم الأكراد ظهرت أولى ملامحها في تصريح لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في إحدى المقابلات التلفزيونية، حيث قال إن حماية الأقليات الدينية في سوريا والأكراد جزء من مهمة الولايات المتحدة الأمريكية، مما حدا بالخارجية التركية إلى أن تصدر بيانا تعبر فيه عن رفضها لهذه التصريحات عاصفا إياها غير المناسبة من حيث الأسلوب والمحتوى. وفي السياق نفسه، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى أنقرة قادما من إسرائيل، وذلك لبحث الملف السوري وخاصة مدينة منبج والتنظيمات الإرهابية الكردية وتنظيم فتح الله جولان الإرهابية. وإبان الاجتماع الذي دار بين بولتون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن
قال إن الاجتماع الذي لم يدم سوى ساعتين وعشر دقائق غادر فيه بعدها بولتون العاصمة التركية أنقرة. وعلى ذمة صحيفة خبر تركي التركية فإن المسؤول الأمريكي غادر أنقرة غاضبا لأن الرئيس التركي رفض استقباله. ويبدو أن موقف المعارضة التركية ساهم في إرساء ميزان الذي يعدل لصالح أردوغان، حيث صرح زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض دولة بهتشلي على ضرورة تدخل بلاده في شمال سوريا دون الاكتراث لما تقوله الولايات المتحدة. المباحثات التركية الأمريكية إذن حول تدخل التركي في شرق الفرات ودعم الأكراد يبدو أنه يسير نحو طريق مسدود بعد أن استمت تركيا رائحة مؤامرة تفوح من واشنطن، حيث من الواضح أن الإدارة الأمريكية لم تفي بتعهداتها تجاه تركيا حول التخلي عن دعم الأكراد، فالتدخل التركي العسكري محسوم إذن، ومن غير المعروف ماذا ستسفر عنه الأوضاع الميدانية هناك. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، نعود ونرحب بضيفنا الكاتب الصحفي التركي حمزة تكين. أستاذ حمزة، جون بولتون مستشار الأمن القومي لأكبر دولة أقوى دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، زار الكيان الإسرائيلي وجعل زيارته ذات طابع ديني بتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك لمحيط المسجد الأقصى المبارك لحائط البراق، جاء إلى تركيا ربما حاملا أوامر أو رؤية، لا أدري ما الذي بحثه بالتحديد وبالتفصيل وبالخفاء مع المسؤولين الأتراك، لكن في عنوان بارز اليوم أن الرئيس أردوغان رفض استقباله. بولتون التقى بنتنياهو لكن عندما جاء إلى تركيا وجد الأمر مختلفا. هذا الموقف ما الذي يعنيه اليوم عندما يقوم الرئيس أردوغان برفض استقبال بولتون بسبب تصريحاته بشأن الميليشيات الكردية شرق الفرات؟ نتكلم بداية سيدي الكريم أستاذ علاء بشكل الزيارة، من حيث الشكل والصورة أتى بولتون بداية إلى الكيان الإسرائيلي ثم أتى إلى تركيا في محاولة منه ليقول أن ما تريده إسرائيل اليوم، الإرادة الإسرائيلية اليوم، أنا مدافع عن الإرادة الإسرائيلية بولتون، هي التي ستتحقق في سوريا وأنا سأحمل إلى تركيا هذه الرؤية، الرؤية الإسرائيلية سأنقلها إلى المسؤولين الأتراك وسأحاول أن أجبر المسؤولين الأتراك على تنفيذ هذه الرؤية. تصريحات بولتون في إسرائيل كانت مستفزة ويعني خارجة عن المنطق، حتى عن المنطق الأمريكي كانت خارجة. أتى بولتون اليوم إلى تركيا، التقى بداية مع إبراهيم كولن متحدث باسم الرئاسة التركية. ظن بولتون يعني في هذا الاجتماع أنه سيحقق ما يريده، أنه سيأخذ من كولن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أو ما تريده نصف الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحماية المسلحين الإرهابيين في مناطق شرقي الفرات، أي تنظيم PKK الإرهابي. لم ينجح بولتون بالحصول على ما يريده و أخذ الكلمة الأخيرة من المسؤولين الأتراك في هذا الاجتماع، فطلب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ربما ظن أنه سيستطيع هنا في الاجتماع مع أردوغان أن يضغط أكثر، ولكن أتى الجواب من الرئاسة التركية لا لقاء مع أردوغان. أردوغان رفض لقاء بولتون بل وأوصل إليه رسالة أنت تلتقي فقط مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، وكان ما كان وكانت هذه الضجة. يعني طب خلينا نعرف المشاهد الكريم ما الذي أثار غضب القيادة التركية من بولتون؟ بداية التصريحات المسيئة والسيئة والتكذيبية والمغايرة للحقيقة التي أدلى بها بولتون في الكيان الإسرائيلي عندما قال أن تركيا تحارب الأكراد. هذا التصريح لا أظن أنه خارج عن يعني غير عن عدم إدراك من بولتون، هو يقصد هذا التعبير أن تركيا تحارب الأكراد ليقوم ببروباغندا إعلامية تخدم التنظيمات الإرهابية التي تتغطى بالشعب الكردي في المناطق السورية. طب هو لا يعلم بأن ملايين الأكراد يعيشون في تركيا وهم أتراك؟ هو يعلم أن ملايين الأكراد سيد الكريم يعيشون في تركيا، هو يعلم أن 250 ألف مواطن مدني سوري كردي هربوا من شمالي سوريا إلى تركيا هربا من هذا التنظيم الإرهابي، هو يعلم أن رئيس
البرلمان التركي كردي، هو يعلم أن رئيس الاستخبارات التركية كردي، هو يعلم أن الكثير من ضباط الجيش التركي من الأكراد، هو يعلم كل هذه المعلومات، ولكن هو يقصد هذا التعبير ليسيء لتركيا وليظهر تركيا أنها تقتل المدنيين وأنها فعلا ضد الشعب الكردي، ولكن هذه المعادلة سقطت. الأمر الآخر بس خلينا عن هذا المعنى شوي أستاذ حمزة، إلى أي مدى دائما يهم تركيا أن تؤكد على الفصل بين محاربتها لميليشيات انفصالية وبين دفاعها عن الشعب الكردي كمكون من مكونات هذه المنطقة وهذه الدولة؟ بطبيعة الحال اليوم بالمعطيات، إذا أتينا وأجرينا دراسة ميدانية في سوريا وفي تركيا، نرى أن الدولة الوحيدة اليوم في العالم حتى في العراق التي وقفت إلى الشعب الكردي حقيقة وقفة صادقة اقتصاديا سياسيا أمنيا عسكريا، كانت تركيا، هي التي دعمت اليوم الشعب الكردي في حقوقه، هي التي كانت تطالب النظام السوري على مدى السنوات الماضية لإعطاء الأكراد في سوريا حقوقهم المدنية على أقل تقدير، يعني لأنها استفادت منهم، تتاجر بهم أم بسبب موقف مبدئي؟ على الإطلاق، بل لأن تركيا اليوم موقفها مبدئي من كافة أطياف ومكونات الشعب في هذه المنطقة، شعوب المنطقة، سواء كانوا من العرب أو من الأتراك أو من التركمان أو من الأكراد، لا يوجد أي فرق اليوم عند القيادة التركية، هذا واقع، هذه ليست جمل اليوم عاطفية نقولها نحن اليوم، هذا واقع اليوم متجذر بالقيادة التركية الحقيقية، أنه لا فرق اليوم بين هذه المكونات وهذه القوميات المنتشرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط. المعنى الثاني اليوم هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم بيدي PKK اليوم، هو يقول للعالم أنا أمثل الأكراد، هذا كذب واضح. اليوم ملايين الأكراد لا يؤيدون سياسات هذا التنظيم، بل إن هذا التنظيم قتل على مدى هذا التنظيم وامتداده في الأراضي التركية، تنظيم PKK قتل على مدى 40 سنة ماضية عشرات الآلاف من الأكراد، وليس من العرب وليس من الأتراك، فقط لأن هؤلاء الأكراد لا يؤيدون هذه السياسة الإرهابية لهذا التنظيم، وبالتالي اليوم هذا التنظيم لا يمثل الأكراد. على سبيل المثال سيدي الكريم، تنظيم داعش الإرهابي اليوم، هذا التنظيم قدم نفسه للعالم على أنه تنظيم الخلافة الإسلامية السنية بين قوسين، هل يصح أن نقول اليوم أن هذا التنظيم يمثل المسلمين السنة في العالم؟ على الإطلاق، هو مجموعة من المسلحين الإرهابيين، نفس الصورة تنطبق على تنظيم حتى أنظمتك العربية اليوم الموجودة في المنطقة، هل تمثل شعوبها؟ يعني واضح من خلال الربيع العربي التي شهدته المناطق والدول العربية الرفض الشعبي الكبير لهذه الأنظمة. طيب، لكن أنت اليوم التنظيمات، يعني أنت اليوم أستاذ حمزة بهذا الموقف عندما ترفض استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي في تحدي كبير. تركيا لم تخرج من التحدي المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، تنتهي من ملف، ما أن تنتهي من ملف حتى يفتح ملف آخر بين أنقرة وواشنطن. أمريكا سيدي الكريم تريد حماية هذه التنظيمات الإرهابية في مناطق شرقي الفرات لعدة أهداف ولعدة أسباب. الهدف الأول تقسيم سوريا، تقسيم سوريا يخدم إسرائيل، تقسيم سوريا اليوم لا يخدم لا تركيا ولا أي دولة حتى ولا الدول العربية، يخدم فقط إسرائيل. إقامة دويلات على أسس عرقية وطائفية، دولة سنية، دولة كردية، دولة علوية، دولة شيعية، دولة عربية، دولة تركمانية، لتخرج إسرائيل أمام العالم وتبرر لنفسها أنا دولة يهودية، هذا المخطط. القضية الأخرى إنشاء ممر إرهابي على الخاصرة التركية كي تكون عصا بيد واشنطن تهدد بها تركيا حينما تشاء ووقت ما تشاء. تركيا لن تسمح بهذا السيناريو أن يتحقق على الإطلاق مهما كلف الأمر. اليوم الرئاسة التركية قالت وبربما 3 كلمات أو 4 كلمات، جملة مختصرة واضحة، الأمن القومي التركي ليس محل للتفاوض مع أي جهة على وجه هذه البسيطة، ونقطة على السطر. لكن أستاذ حمزة، الآن أنت عندما تتابع هكذا زيارة، بولتون جاء لكي ينجح في مهمة معينة، الآن الزيارة والجولة فشلت فشلا ذريعا. نعم، طيب، هذا له تداعيات.
التداعيات اليوم على تركيا لنتكلم فيما يتعلق بتركيا لن تكون أخطر برأيي. يعني بعد أزمة القس الأمريكي لن تكون أخطر. قال الرئيس أردوغان أنه انتهت الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى صار في مواقف من الرئيس الأمريكي أنه المستقبل العلاقة سيكون مشرقا إلى ما هنالك، وبدأت الأمور أنه حب وغرام. حتى باتصال هاتفي قيل بأنه ترامب قال للرئيس أردوغان سوريا كلها لك. طيب شو الأمريكان هون عم يعني في خديعة، في عملية مخادعة لتركيا أم ماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بسياساتها المخادعة دائما لشعوب المنطقة ولدول المنطقة، ولكن هذه المرة بالتحديد أنا أعتقد أن القضية هي قضية خلافات بين أعضاء الإدارة الأمريكية. يعني اليوم ترامب ظهر جليا للعالم، كل العالم، أنه غير قادر على ضبط إدارته، غير قادر على الإطلاق، وظهر جليا اليوم من خلال زيارة بورتن للكيان الإسرائيلي أن اللوبي الصهيوني اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ربما لا يوافق على كثير من القرارات التي يتخذها ترامب أو على أي نقاط أخرى تتعلق بسوريا أو بغير سوريا. موضوعنا اليوم سوريا. قال ترامب أنا أريد أن أنسحب وبعجالة وبسرعة سأنسحب من ما الذي اليوم كل يوم نسمع جملة مختلفة من ترامب وبعض أعضاء إدارته بما لا يدعو للشك. هناك انقسام واضح بين أعضاء الإدارة الأمريكية، منهم من يريد الانسحاب الفوري والمستعجل من سوريا، ومنهم من لا يريد حتى الانسحاب من أصله. طيب سنأتي إلى قراءة بوضح ربما أكثر الموقف الأمريكي مع ضيفنا من هناك دكتور صفي الدين حامد عندما ينضم إلينا، لكن أتحدث معك على الموقف التركي. الآن تجد أنقرة بأنها مرتاحة لمثل هكذا تطور، كأن القيادة التركية كانت مرتاحة من عملية التطمين الأمريكية بالنسبة للموقف في شرق الفرات. الآن تبدو الأمور تغيرت. يعني بالرغم من الموقف الذي أتى به بولتون إلى تركيا ومحاولته أن يفرض بعض الأمور على أنقرة، ولكنه أكد في مكان ما أن الانسحاب الأمريكي سيتم بعد أو خلال 120 يوم، أي أن هذا الانسحاب سيتم لا محالة اليوم من الأراضي السورية. ولكن نتيجة قرار الانسحاب، النتيجة السياسية لهذا القرار تحققت على أرض الواقع، وبالتالي اليوم كيف تحققت؟ تركيا اليوم تتعامل مع الواقع في شرقي الفرات أن الولايات المتحدة الأمريكية هي منسحبة، هي في طور الانسحاب فقط. اليوم الحشود العسكرية التركية سيد الكريم على الحدود التركية السورية حشود تتزايد يوم بعد يوم، أي أن الرسالة واضحة، تركيا عازمة على المضي قدما بعمليتها العسكرية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري ضد هذه التنظيمات الإرهابية، ولا خيار آخر أصلا أمام أنقرة إلا الإقدام على هذه العملية. طيب خلينا نستمع للرئيس أردوغان ماذا قال اليوم ونعلق على كلامه، ثم نرحب بالدكتور صفي الدين حامد وهو مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية في واشنطن. نتابع الرئيس أردوغان، تفضل. إسرائيلدن بردي مسج. لا يمكننا أبدا أن نقبل الرسالة التي صدرت عن بولتون عندما كان في إسرائيل. هؤلاء لا يفرقون بين مواطنينا الأكراد وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، ويبدو أنهم لا يعرفون هؤلاء أبدا، لأنه لا يمكن أن تكون هذه المنظمات الإرهابية ممثلة لأشقائنا ومواطنينا الأكراد. سيد ترامب سوريا konusuna bakış açısı. وجهة نظر السيد ترامب حول سوريا وإصراره على الانسحاب منها سيكون مرجعا لنا، ووفقا للاتفاقية التي توصلنا إليها مع السيد الرئيس فقد أتممنا بشكل كبير استعداداتنا لعملية عسكرية تستهدف عناصر تنظيم داعش في سوريا، وقريبا جدا سنتحرك للقضاء على المنظمات الإرهابية كحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية إلى جانب تنظيم داعش، وإن حاولت أي منظمة إرهابية أخرى عرقلة عملياتنا هذه. طيب تابعنا جزءا من كلام الرئيس أردوغان اليوم فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في شرق الفرات، وحتى من موقفه من جون بولتون. اسمحوا لنا مرة أخرى نرحب بالدكتور صفي الدين حامد. دكتور صفي الدين أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك وبكل المشاهدين للقناة. حياك الله. أي صفعة تلقاها بولتون اليوم في أنقرة دكتور صفي الدين؟ هو طبعا جون بولتون رجل غير محبوب في أمريكا وغير محبوب في العالم،
هو رجل كما نعلم يعني الحقيقة من بقايا العصر الحجري في التفكير عن الشرق الأوسط وعن المسلمين وعن العرب وعن قضية فلسطين. فأنا لا ألوم ولا بالعكس، أنا يعني سعيد إنه هو تلقى هذا الدرس. والحقيقة يعني في الظروف المرتبكة في البيت الأبيض وفي الحكومة الأمريكية حاليا بسبب عدم وقف الكونجرس على الميزانية، ويعني نعلم أن في أجزاء كبيرة من الحكومة الأمريكية حاليا معلقة، وفي مناصب كثيرة من المناصب الهامة في الأمن القومي ما زالت شاغرة. يعني للأسف أن جون بولتون يعني بيأخذ هذا المكانة ويرسل كمبعوث للإدارة الأمريكية، لكن أعتقد أن في هذه اللحظة يعني أنا أثق أن لكن هل اتضحت بالنسبة لك على الحقيقة مهمته من هذه الجولة؟ هي طبعا هو بيقوم بالمهمة الدبلوماسية اللي كان المفروض بالحقيقة بومبيو وزير الخارجية يقوم بها. أنا لا أعلم لماذا أرسله هذا الرجل، المفروض يعني بما أنه مستشار الأمن القومي أنه يعني لا يمثل يعني يكون داخل البيت الأبيض، يعني هذا الرجل يعني ولذلك بيجيء إلى منصبه بدون موافقة الكونجرس اللي هو بيمثل الشعب الأمريكي. فهو يعني من حق الرئيس أنه يعينه وكل شيء، ومن حقه أنه يرسله كمان، لكن أعتقد أن ده كان يعني اختيار غير مناسب للرئيس ترامب أنه يرسل هذا الرجل بالذات. لكن عموما الرئيس أردوغان رجل محنك، رجل قوي. بس دكتور صفي الدين يعني الآن طيب من يمثل حقيقة الموقف الأمريكي، الرئيس أم مستشاره للأمن القومي أم من؟ ما هو يعني في مشكلة طبعا إن الرئيس يعني رجل متقلب المزاج وإلى حد كبير بيستطيع تغيير مواقفه بسرعة، لكن في هذه اللحظة جون بولتون هو الممثل الأمريكي في هذه المهمة. حتى هذه النقطة دكتور صفي الدين اسمح لي، يعني حتى بالنسبة لترامب هل هو بالفعل متقلب المزاج أم أنه رجل يعرف ماذا يريد ويتاجر أو يسمسر إذا أردت، يعني حتى بالنسبة لوعوده الانتخابية كما تعلم دكتور من وعوده الانسحاب من سوريا. طيب هو يعني نقول أنه هو رجل يهمه شيء واحد، احتفاظه بمنصبه والتأكيد أنه هو يعني هو طبعا وكل حزبه إذا أمكن يكسبوا المعركة القادمة في سنة 2020. ولهذا هو حساس جدا لقاعدته الشعبية التي جاءت به. القاعدة الشعبية التي جاءت به هي اليمين المتطرف والأمريكيين في الجنوب البيض الغير يعني المتوسط تعليم، فهو يعلم هؤلاء جيدا ويراقبهم، ولذلك هم إلى حد كبير بيحركوا اتجاهات. فهو لأنهم يعني فعلا مثلا ضد الهجرة وضد ومع إسرائيل واللوبي الصهيوني يعني مع المسيح المتطرف وكل شيء، فهو هذا هو أجندته. ولو يعني ما عندوش رؤية غير المحافظة على مصالحه هو الشخصية وهو البقاء في الحكم. إذن الموضوع الداخلي وانتخابات نوفمبر 2020 أولوية بالنسبة لترامب؟ لا شك، ولذلك هو عنده استعداد يعمل مصالحات كثيرة مع يعني مع جهات كثيرة، لكن أهمهم هم من وضعوه في الحكم، من صوتوا له وجاءوا له بهذه الملايين من الأصوات ليدخل البيت الأبيض. بس حتى هذه الأولوية دكتور صفي الدين قبل أن أعود للأستاذ حمزة تتقدم على أولوية الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي، تتقدم على أولوية إنشاء كيان كردي مستقل في شمال سوريا؟ لا، هو طبعا إسرائيل هي أحد يعني اللوبي الإسرائيلي في أمريكا هو أهم أو من أهم يعني العناصر اللي بتؤيد وتساعد وتحافظ على ترامب واستمراريته، فبيحاول بقدر الإمكان دائما إن هو يلبي طلباتهم. بس هو كمان مرة أخرى يعني مش حكاية أولويات، هو يريد أن يثبت للشعب الأمريكي هو يعني سيوفر الأرواح بتاعة الجنود اللي بتزهق هنا وهناك في أفغانستان أو في العراق أو في
تركيا أو في الحدود يعني على تركيا في سوريا وخلافه، وفي نفس الوقت نعم. يوفر بعض الأموال الطائلة اللي بتصرف على الدفاع. يعني هو الرجل يفكر في المصالح الآنية والذاتية. طيب ابقى معي دكتور صفي الدين لو تكرمت. أستاذ حمزة، عندما تم الإعلان عن انسحاب أمريكي من شرق الفرات كما أعلن ترامب، الموضوع أثار زوبعة كبيرة، وواضح أنه صار في تدخل إسرائيلي. يعني نتنياهو اتصل بترامب ثم قيل عن انسحاب متأني بطيء مجدول على فترة، وصار في لقاء ببومبيو بين نتنياهو وبومبيو، واضح أنه في تدخل إسرائيلي لفرملة هذا القرار أو حتى لإلغائه. بس اليوم الرئيس أردوغان ذكر جملة لافتة حقيقة عندما قال أنه وجهة نظر ترامب بالنسبة لشرق الفرات تمثل مرجعية بالنسبة لنا. ما هو تفسيرك لهذا الكلام؟ يعني برأي هذه الجملة التي قالها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اليوم تؤكد ما ذكرناه قبل قليل وما ذكره ضيفك من واشنطن، أن الانقسام سيد الموقف بين أعضاء الإدارة الأمريكية، انقسام على مختلف الأمور وخاصة ما يتعلق بسوريا. الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يخدم إسرائيل على الإطلاق ولا يخدم المشروع الإسرائيلي. تحاول إسرائيل اليوم على وخاصة إذن هو لن يكون، لأنه أمن الكيان الإسرائيلي أولوية. أمن الكيان الإسرائيلي أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر مفروغ منه، ولكن بكل تأكيد بكل تأكيد خلف قرار الانسحاب الأمريكي ربما طريقة أخرى أو في حسابات انتخابية لدى ترامب، حسابات انتخابية لدى ترامب ولدى نتنياهو. سيد الكريم سأوضح لك كيف ذلك. أمريكا سوف تبقى محافظة ومدافعة عن أمن إسرائيل، هذا أمن مفروغ منه، ولكن تختلف الطريقة والصورة. اليوم أن يأتي بقاعدة التنف اليوم، صحيح بطبيعة الحال أن يأتي اليوم هذا المسؤول الأمريكي مستشار الأمن القومي إلى إسرائيل، إلى الكيان الإسرائيلي بداية، يحاول أن يقول للداخل الإسرائيلي أن نتنياهو نجح بالضغط علينا نحن في الولايات المتحدة الأمريكية، يحاول أن يعوم نتنياهو قبل أشهر من الانتخابات. يعني نحن بعد 3 أشهر أبريل نيسان نعم. سوف تشهد انتخابات. يحاول أن يعوم نتنياهو، أي أن نتنياهو قادر على أن يفرض وجهة نظره على واشنطن، يعني أنه رجل قوي وبالتالي يعطيه دفعة انتخابية. هذه نقطة حاول بومبين بولتون أن يؤمنها لنتنياهو بواضح هذا الموضوع. أمريكا اليوم في حال انسحبت من سوريا، وهي ستنسحب مرغمة ولو بعد وقت، ستعمل على لحماية أمن إسرائيل بصورة مختلفة وبصورة ما ربما تكون يعني جاهزة في الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني ولا يمنع أن نقول أن هذا الانسحاب الأمريكي اليوم هو انتصار للسياسة التركية وانتصار للدبلوماسية التركية والضغط السياسي الذي مارسه بالتحديد الرئيس التركي على دونالد ترامب. طيب خليني أعود دكتور صفي الدين، تتفق مع الأستاذ حمزة بأن الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات قادم قادم؟ لا هو قادم قادم فعلا. يعني أنا عاوز أقول شيء، طبعا الصهيوني ومصالح إسرائيل لها مرتبة يعني عالية جدا في أي تحرك أمريكي في أي مكان في العالم وفي أي وقت أو تحت أي رئيس، ده يعني لنا حقائق على الأرض. لكن ليست معنى هذا أنه 100% تأخذ إسرائيل كل ما تريد، لا طبعا، لأن في يعني ورأينا هذا، هو إسرائيل لو بيدها تأخذ الجيش الأمريكي والشباب الأمريكي يحاربوا لها في إيران وفي سوريا وفي كل مكان. لكن طبعا لا تسمح الديمقراطية الأمريكية مهما كان من يعني من يجب مهما كان موقف اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، طبعا مهما كان، لأنه في الآخر لا يمكن، خاصة أن الكونغرس الجديد بيصر على أن موضوع إعلان، بس واضح يا دكتور بأنه موقف نتنياهو واللوبي فرمل القرار الأمريكي أو أخره. يؤخره، معلش زي ما بقولك، هذه مراوغات، هذه يعني رقصات حول القرار، لكنه في النهاية الشباب الأمريكي ليس للبيع. الشباب الأمريكي في القوات المسلحة الأمريكية لا يمكن يتحرك، خاصة بعد ما حدث في العراق وأفغانستان، وفي المود اللي هو الحالة النفسية والمزاجية حاليا ما بين الشعب الأمريكي بعرضه بطوله وعرضه، مهما كان
قد يكون في قلة قليلة اللي هي المتعصبين جدا في المسيح المتطرف اليميني والصهاينة، حتى يعني أهل يعني من يكون مصالح إسرائيل أساسا له حتى هذا يعني. طيب بس دكتور صفي الدين، دكتور صفي الدين، الآن بتقديرك أين موقع تركيا من هذه المعادلة الأمريكية؟ يعني عندك عامل الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي، لديك عامل دفاع أو حماية الميليشيات الكردية في شرق الفرات، أيضا لديك العامل الانتخابي الداخلي والوعد بالانسحاب من شرق الفرات، وعندك عامل الحفاظ على تركيا كحليف وعدم خسارتها لصالح روسيا. تركيا هامة جدا ولا يستطيع أي رئيس أمريكي أن يتخلى عنها أو يبدأ المعادلة، لازم المراضاة حتى لو تأزمت الأمور وسخنت يعني وكانت هناك حرارة في العلاقة أو يعني شيء من اللهب، عدم يعني الاعتراف أو عدم الاتفاق في كل الأمور، لكن لأنها ناتو أولا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها بالنسبة فعلا للتدخل الروسي في كل أنحاء العالم. لا يعني تركيا هامة جدا في التحركات، ولا يمكن لأي رئيس أمريكي عاقل أنه يتخلى عنها، لكن ممكن جدا أن نختلف وممكن العلاقة إلى حد كبير تبرد في بعض الأحيان، لكن في هذه اللحظة يبدو أن في مصالح مشتركة وتناغم ظهر طبعا، يعني في زي ما بيقولوا خذ وهات. يعني طيب ابقى معي دكتور لو تكرم، سأعود إليك بسؤال أخير لو تكرم دكتور. أستاذ حمزة، حتى الرئيس أردوغان له مقال نشر في نيويورك تايمز في محاولة لمخاطبة حتى الرأي العام الأمريكي من قبل تركيا ضمن هذه المعادلة المعقدة. نعم، خلال الأشهر الماضية عمد الرئيس التركي لاستخدام هذا الأسلوب، أسلوب المقالات في الصحف الأمريكية، وكتب عدة مقالات في الصحف الأمريكية فيما يتعلق بسوريا وحتى فيما يتعلق بقضية الصحفي السعودي الذي قتل في جمال خاشقجي رحمه الله، نعم، في قنصلية بلاده. يعني يحاول الرئيس أردوغان أن يستخدم هذا الأسلوب في الصحف ليخاطب الرأي العام الغربي والأمريكي بالتحديد فيما يتعلق بالقضايا اليوم التي تحاول الإدارة الأمريكية، وبسبب انقسامها وبسبب يعني الاستقالات الكثيرة التي اليوم نشهدها في هذه الإدارة، أن يعني تطمس الحقيقة على الشعب الأمريكي. والخطاب التركي يبدو مقنعا هنا، الحجج التركية مقنعة. نعم، بالتحديد بالمقالة التي نشرت أمس للرئيس أردوغان كانت يعني تعتمد على الأسلوب المنطقي والتحليلي بعيدا عن الكلام الإنشائي، الأرقام والدقائق وما تريده تركيا، وكان الخطاب موجه للداخل الأمريكي وللرئيس الأمريكي. كما قال أردوغان اليوم عاد وكررها أن وجهة نظر ترامب هي المعتمدة بصورة رسمية لدى الجانب، وأن هذه الميليشيات الكردية بحسب التصنيف الأمريكي شو؟ هذه الميليشيات اليوم، هذه الميليشيات المسلحة اليوم التي تتغطى بالشعب الكردي، هذه البيدي، البيكاكا، البيوايدي، هذه الأسماء المختلفة اليوم مدرجة على لوائح الإرهاب سيد الكريم في تركيا، في الاتحاد الأوروبي، في واشنطن، في بعض الدول العربية، في الكثير من المنظمات الإقليمية. طب وهذه مفارقة عجيبة، ذلك اليوم تأتي واشنطن وتدعم هذه وهذه مفارقة عجيبة. خلينا أسأل عنها الدكتور صفي الدين حتى نودعه ربما بهذا السؤال أو بسؤالين. دكتور صفي الدين، ما هو تفسيرك لهذا التناقض؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذه الميليشيات الكردية إرهابية، في الوقت نفسه تدعمها بكل أشكال الدعم. نعم، أنا عاوز أقول شيء الحقيقة، يعني هذه يعني دائما المصالح أهم عند صانع السياسة الأمريكية وفي الغرب كله، يعني المصالح كبيرة أولا، يعني كانت المبادئ والأخلاقيات دي ليست هي. لكن أنا عاوز أقول شيء، سبب يعني ده بقى للعالم العربي، لمن يتكلم العربية واسمعنا الآن، بما أننا شاهد على 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 واشنطن لأني أعيش في هذه المدينة وأرى ما يحدث، أنا عاوز أهنئ
الجانب التركي، الحكومة التركية الذكية. يعني شوف، في عندنا كم بلد عربي، الحكومة التركية وضعت ثينك تانك، مركز معهد فكر لتركيا داخل واشنطن، وبنحضر فيه يعني ندوات ومحاضرات ومناقشات وكل شيء. هؤلاء دول قمة المجتمع السياسي التركي، ابتعث ليعيش هنا ويراقب ما يحدث، لأن بالنسبة لهم القوة العظمى الأكبر وهي أمريكا مهمة جدا كحليف وكصانع يعني قوى وتحركات في العالم كله، يعني ليفهموا عدوهم، ليفهموا عدوهم إذا كانوا بيخطوا عدو أو حليفهم إذا كانوا بيخطوا حليف، وليفهموا كيف تدار الأمور من داخل واشنطن. ولم يبعثوا أي أحد، أو كبعض البلاد العربية والأداعي لذكر الأسامي، اللي هم عينوا أمريكيين. طيب دكتور صفي الدين، هذا الذكاء لدى القيادة التركية الذي أشرت إليه، إلى أي مدى برأيك سيجنب البلدين الدخول في أزمة جديدة؟ سيجنب واشنطن وأنقرة الدخول في أزمة جديدة قاسية ربما؟ لا، ما أعتقدش أنها هتبقى في أزمة. أنا أعتقد أن لأن تواصل الفكري والفهم للخصم أو الحليب بيحدث من فهم الواقع وتضاريس الموقف من 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 داخل واشنطن، من داخل يعني يروا كل ما يحدث على الساحة، سواء من البيت الأبيض أو من الكونغرس أو من وسائل الإعلام. يعني هم يعني أنا بأقارن ما يحدث على المشهد المصري المؤسف كما رأيناه في المقابلة سي بي إس، وما يحدث لما بنقابل المجموعة الأتراك اللي هم بيكونوا الثينك تانك الموجود في واشنطن. هذا ذكاء، وأعتقد أن من يقوم بالاستعداد لازم يكسب ويجنب نفسه المعارك. طبعا في معارك وخلافات، يعني موضوع جولم، عبدالله جولم ووجوده هنا، يعني لكن دائما في زي ما بنقول تبادل الأفكار وتبادل وحتى تراشق بالاتهامات، لكن حدود العقل والفهم. وهذا طبعا لازم نهنئ به ونذكر البلاد العربية إنها، لكن في النهاية في هذا الملف وغيره ستلجأ الإدارة الأمريكية لتحقيق مصلحتها، للسعي لتحقيق مصلحتها، ليس كذلك؟ لا شك، بس يعني عاوز أقول بتحافظ على مصالحها، لكن في نفس في فهم سواء من الأتراك للأمريكيين ومن الأمريكيين للأتراك، لأن في تواجد ذهني وفكري دائما عن ماذا يحدث على الساحة بطريقة مستمرة من تواجد. لا لا لا، السفارة ما مهمة في البروتوكولات والرسميات وخلافه، لكن احنا نتكلم عن المشهد الفكري في السياسات وما خلفه. طيب هنا دكتور صفي الدين، هل تتوقع ان يلحق بولتون بخلفه او بسلفه ماكماستر؟ جايز فعلا، لان احنا نسمع في خلافات جذرية بينه وبين ترامب، وهما يعني الاثنين رجلين عنيدين. يعني بولتون رجل يعني فعلا يعني لا أحب أتكلم عنه كثيرا، لأنه هو يعني من البقايا الماضي، يعني هو من عصر جورج دبليو بوش وخلافه، ولا يوجد شخص يعني بيتنطع في هذه الاتجاهات النيو. يعني استقالة بولتون واردة في أي وقت؟ أعتقد هذا، أعتقد أنه المشهد حاليا مشهد هلائي، يعني سايل في سيولة ليست هذه، يعني لا يمكن تكون الإدارة الأمريكية بهذا الارتباك، وعدم يعني عدم وجود رؤية متناغمة بين كل الموجودين على الساحة في الحكومة الأمريكية حاليا. شكرا جزيلا لوجودك معنا، مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية في واشنطن دكتور صفي الدين حامد، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو 9. في هذه المسألة موضوع الاستقالات ووجود الأشخاص، يعني بالنهاية هناك سياسة عامة بالتأكيد، لكن الأشخاص يلعبون دورا في توجيه، يعني في وضع بصمتهم الخاصة. حتى قال أنه ماك جورك المستقيل من ملف تنظيم الدولة كانت له توجهات معادية لتركيا على الصعيد الشخصي.
تتوقع استقالة بولتون على خلفية ما جرى اليوم معه في أنقرة؟ يعني من يقرأ مسيرة هذه الإدارة الأمريكية منذ أن أتت إلى الحكم مع دونالد ترامب لابد أن يتوقع أن يستقيل بولتون في أي لحظة يعني اليوم، لأن واضح أن ترامب اتخذ قرار الانسحاب من سوريا وهو وعد أصلا بذلك في حملته الانتخابية، ولكن بدأت الضغوط عندما أظهر هذه الجدية بالانسحاب، بدأت الضغوط من خاصة من الكيان الإسرائيلي ومن اللوبي الصهيوني في أمريكا، وربما لست أدري، ليس لدي معلومات، دول عربية، ولكن دول عربية ربما لتأخير الانسحاب أو لعدم الانسحاب من الأصل. هذا الضغط على ترامب سيجعله متمسك برأيه. كان في ترحيب واضح من مسؤولينا، من مسؤول في دولة الإمارات تحديدا، بتأجيل الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات. واضح كان الموقف. لم أسمع هكذا تصريح، ورغم لا استغرب هذا التصريح، تغريدة لا استغرب، يعني هو اعاد العلاقات الصورية فقط لا غير مع النظام السوري بحجة مواجهة تركيا. اصلا تركيا لا تريد لا ان تسيطر على سوريا ولا ان يكون لها نفوذ في سوريا ولا ولا ولا، تركيا فقط تريد امر واحد الان، فليسمع هذا المسؤول وغير هذا المسؤول، ان تركيا فقط تريد شأن واحد الان في سوريا، انهاء هذه الحرب على الشعب السوري وتحقيق حل سياسي يضمن بالدرجة الأولى. معقول ما في طمع تركي بشمال سوريا ولا بشرق الفرات بخيرات شرق الفرات؟ اليوم تركيا الدولة الوحيدة في العالم سيدي الكريم التي تؤكد على نقطة أساسية فيما يتعلق بالأزمة السورية، أن كل القوى الأجنبية اليوم المنتشرة على الأراضي السورية يجب عليها أن تخرج من هذه الأراضي، وفي مقدمة هذه القوة وهذه القوات الأجنبية هو الجيش التركي، سيخرج من سوريا عاجلا أم آجلا. لا يوجد أي أطماع لأنقرة في أي يعني حبة تراب من التراب السوري. كل الهم التركي الآن، كي لا أكون مثالي جدا أمام المشاهدين، نعم هم تركي بحماية الأمن القومي الخاص بها، تركيا تريد أن تحمي أمنها القومي الخاص، هناك خطر كبير يأتي من الأراضي السورية اليوم، ولكن في نفس الوقت وعلى عكس غيرها من كل الدول هي تريد أن تحمي أمنها القومي بالتوازي مع حماية المدنيين بقدر المستطاع وتحقيق رؤية الشعب السوري التي خرج لأجلها في ثورته قبل ثمان على كل حال سنة. اليوم في موقف مفصل لوزير الداخلية التركي حول الملف السوري وكلام لافت جدا، حتى أنه دافع عن السوريين ودافع عن الذين احتفلوا بميدان تصحيح تقسيم. للمعلومة السيد الكريم، الموقف كان أمس لوزير الداخلية التركي، دافع عن السوريين اليوم خاصة المتواجدين في تركيا. المقصود باليوم يعني نعم بسبب تعرضهم لبعض الانتقادات من على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب واضحة، يعني كل فترة هناك فيلم يدبر من أتراك وسوريين للإساءة للعلاقات اليوم بين السوريين والأتراك العلاقات الجيدة. قال وزير الداخلية التركي بشكل واضح، اليوم السوريين قاتلوا إلى جانب الأتراك، إلى جانب العرب والتركمان والأتراك في معارك كثيرة ضد الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي اليوم على الشعب التركي أن يرد هذا الجميل للسوريين على الأقل المتواجدين في الأراضي حقيقة التركية. نفس كلام وزير الداخلية التركي كان لافتا وإيجابيا جدا تجاه السوريين، وهذا أمر يعني حقيقة يشهد له. هذا الموقف الرسمي التركي هنا عجالة لو سمحت، هذا الموقف الرسمي التركي، يجب على السوريين أن لا يأخذوا أي مواقف من مواقع التواصل الاجتماعي قد يكتبها أتراك بمواقف عنصرية أو شيء. الموقف الرسمي التركي تمثله الحكومة الرسمية التركية فقط لا غير فيما يتعلق بالمهاجرين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية. اسمح لي نشرك معنا عبر الهاتف دكتور مصطفى حامد أوغلو المحلل السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور مصطفى أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور مصطفى، كيف تقيمون نتائج زيارة جون بولتون إلى أنقرة؟ أولا تحية لكم ولكل المشاهدين لضيفكم الكريم. يعني طبعا يعني الزيارة جاءت بعد تصريحات سببت توترا بين يعني تركيا وأمريكا، كان هناك تصريحات تمس صراحة يعني تركيا بشكل مباشر، ولذلك كان هناك رد
على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية وليس على لسان وزير الخارجية، وهذا له يعني رمزية أن يعني المخاطب أن تركيا لم ترد أن ترد على وزير خارجية بمستوى وزير خارجية. صراحة تركيا تريد توضيح النقاط، يعني أولا لا تقبل بأن يكون هناك اتهام لتركيا بأنها هي عدوة للأكراد. تركيا أكدت اليوم على لسان رئيس الجمهورية وعلى لسان الناطق باسم الحكومة التركية أن ربما تركيا هي الدولة الوحيدة الصديقة للشعب الكردي، ولا يوجد خلاف مع المكون الكردي والأخوة الأكراد في سوريا أو في العراق أو في تركيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، تركيا ترفض أن يكون هناك يعني أن تختزل القضية التركية وأن يعتبر أو تعتبر ميليشيات الحماية الكردية هي تمثيل هي من يمثل المكون الكردي والأخوة الأكراد. هذا مرفوض أيضا لأن الأخوة الأكراد أيضا تعرضوا للتهجير وتعرضوا للتعذيب وتعرضوا للتنكيل من قبل هذه العناصر الإرهابية التي هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الإرهابي. طيب دكتور مصطفى، دكتور مصطفى الناطق باسم الرئاسة التركية قال بأنهم ناقشوا الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات خلال 120 يوما، وبولتون كما تعلمون ربط هذا الانسحاب بحماية الميليشيات الكردية. هل برأيك تركيا ستقدم للتعامل مع هذا المستجد أم أنها ستتريث وتنتظر أن يتبلور الموقف الأمريكي وأن تسمع شيئا واضحا مرة أخرى من الرئيس الأمريكي؟ بالنسبة للتوقيت أو يعني فترة الانسحاب، يعني 120 يوم لا تختلف عن 100 يوم، يعني هذا ما يعني صرحت به تركيا اليوم أنها ستنتظر، يعني هذه نعم. يعني ليست مهمة جدا يعني 20 يوم فارق ال 20 يوم. لكن تركيا يعني أمريكا حاولت منذ فترة أن تقنع أو تجبر أو يعني تحاول أن تضع تركيا بالأمر الواقع أن تتعامل مع الميليشيات مع عناصر الكردية، كان هذا عندما حاولت يعني إدخال بعض العناصر العربية. بس في أمر مقلق هنا دكتور مصطفى، يعني موضوع التأجيل بتنفيذ عملية عسكرية هذا سيفسح المجال، يعني عامل الوقت سيفسح المجال لكثير من الأطراف أن تتدخل وتملأ الفراغ ربما بشكل يفاجئ الجميع. لذلك هذه النقطة الثالثة التي كنت أريد أن أتكلم عنها، وهي أن تركيا تريد أن يكون إذا يعني أو كيفية يعني هذا الانسحاب ومن سيملأ الفراغ في حال انسحاب يعني الانسحاب الأمريكي. تركيا هي منذ البداية كان رحبت صراحة ويعني أثنت على فكرة الانسحاب، لكنها كانت حذرة وكانت يقظة من يعني من ربما أن يكون هناك مطبا أو ربما يكون هناك يعني أمور أخرى يعني ليست لصالح تركيا. لذلك هي كانت حذرة من فكرة الانسحاب، وتريد اليوم أن يعني لا يملأ الفراغ لا الميليشيات الكردية ولا أيضا قوات النظام. طبعا هناك دول أخرى اليوم على أرض الواقع، هناك روسيا، هناك إيران، الكل يحاول يريد أن يعني يكون هو السباق وأن يملأ الفراغ. الأمر ليس بالأمر السهل صراحة، لكن تركيا يعني كانت واضحة وثابتة، وربما الحشودات والاستعدادات التركية والعزم على القيام بعملية عسكرية هو الذي أيضا جعل. بس هل هناك دكتور مصطفى بتقديرك رائحة خديعة أمريكية لتركيا؟ تركيا اليوم يعني أولا دعنا نقول أن يعني الأمريكا لا يوجد هناك مركز يعني سياسة واضحة بالنسبة لسوريا. تركيا دائما تقول أنه كلما استطاعت يعني القيادات التركية كلما استطاعت أن تنفرد يعني أو تتكلم مع الرئيس الأمريكي بشكل منفرد كانت تقترب من الوصول إلى اتفاق، لأن هناك تقريبا شبه تقارب بالرؤى. لكن عندما اليوم التأثير هو يأتي من المؤسسات والأشخاص الذين يعني يحيطون بالرئيس الأمريكي ولهم عداوة يعني غير وعلاقة غير جيدة مع تركيا، ومنهم اليوم المستشار يعني المستشار الأمن القومي الأمريكي الذي جاء إلى تركيا بولتون. هناك عدم وضوح وهناك عدة مراكز قوة تؤثر على القرار الأمريكي. لذلك تركيا هي واضحة وتنطلق من ثوابت صراحة وتنطلق من. طيب أريد أن أختم معك دكتور مصطفى لو سمحت لي قبل الفاصل، هل ترى بأن فشل ربما زيارة بولتون إلى أنقرة سيؤدي إلى أزمة في العلاقة بين تركيا وأمريكا؟
اولا انا لا اقول انها يعني فشل بمعنى الفشل، لان يعني تم ادلاف يعني بولتون ايضا بالخطه التركيه وبالراي التركي، وما كتبه الرئيس رجب طيب اردوغان في يعني الجرائد الامريكيه ايضا هذا كان واضح، لان احنا تركيا تمتلك خارطه من اجل الحل يعني في سوريا، لذلك هي يعني اكدت على الثوابت وعلى المواقف التركيه، والعلاقه الامريكيه التركيه لا يمكن ان يعني تنهار بسبب خلاف على اي ملف. نحن نعرف ان هناك ملفات كثيره يعني عالقه ما بين امريكا وبين تركيا، لكن في الفتره الاخيره ادركت ربما امريكا انها لا تستطيع يعني تجاوز تركيا ولا تستطيع التخلي عن تركيا، واليوم الكل يشير على ان هناك ربما محاولة من روسيا ومن أمريكا لكسب تركيا، يعني هناك سباق على كسب تركيا، وتركيا كانت دائما تقول للقيادة الأمريكية عليك الاختيار إما مع الدولة الحليفة صاحبة المؤسسات وهي تركيا أو الانحياز إلى الميليشيات الإرهابية، لذلك لا يمكن يعني القول أن العلاقات تنهار بمجرد الخلاف على ملف، وإن كان هذا الملف هو مهم ومقلق جدا بالنسبة لتركيا. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مصطفى حامد أغلو المحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو التاسعة. دكتور مصطفى يقول بأن زيارة بولتون لم تفشل، وأريد أن أسألك هنا أستاذ حمزة وأستمع لإجابة بعد الفاصل، إلى أي مدى ينبغي عدم استعجال هنا واستعداء الطرف الأمريكي بالنسبة لتطورات هذا الملف؟ أستمع لإجابة منك بعد الفاصل لو سمحت لي أستاذ حمزة تكين. مشاهدينا فاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود معكم لمتابعة هذه الحلقة من استديو التاسعة مع الكاتب الصحفي التركي حمزة تكين. أستاذ حمزة، قبل أن أعود للسؤال الذي طرحته عليك قبل الفصل، خلينا نشوف ماذا قال جون بولتون ونعلق على كلامه، تفضلوا مشاهدينا. Conflict in Syria. We're going to be discussing the president's decision to withdraw, but to do so. سنناقش قرار الرئيس الانسحاب من شمال شرق سوريا بطريقة تضمن أن الدولة الإسلامية قد هزمت ولا يمكنها إحياء نفسها أو أن تشكل تهديدا مرة أخرى، وتضمن الدفاع عن إسرائيل وأصدقائنا الآخرين في المنطقة ضمانا مطلقا، وتعتني بمن حاربوا معنا ضد الدولة الإسلامية طيب هذا جون بولتون مع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال قبل أن يأتي إلى تركيا ضمن الجولة التي قام بها بين تل أبيب وأنقرة. أستاذ حمزة، هذا هو ملخص الكلام تقريبا الذي أغضب القيادة التركية، ليس كذلك؟ يعني هذه الجملة هي إحدى الأسباب التي تسببت بالغضب التركي، هذه الجملة الذهاب للكيان الإسرائيلي قبل القدوم إلى تركيا، هذه رسالة، مجرد الذهاب إلى الكيان الإسرائيلي والقدوم إلى تركيا هذه رسالة. الملف الذي كان يحمله بولتون يا سيد الكريم كان يحمل إلى تركيا سايكس بيكو جديدة للمنطقة، سايكس بيكو جديدة في سوريا طبعا من خلال الزيارة، طبعا كان يحمل سايكس بيكو جديدة في المنطقة، هنا الخط الأحمر لتركيا، هنا الخط الأخضر، هنا المنطقة لهذه الميليشيات، هنا كان يقسم سوريا بولتون، لم تكن زيارة عادية ولم تكن زيارة عابرة ولم تكن زيارة بسيطة، بولتون أتى بس هذا أمر استراتيجي. نعم أمر استراتيجي، هو مستشار الأمن القومي التركي، فشل الأمريكي عفوا، بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم فشلت سايكس بيكو بولتون، فشلت في تركيا اليوم فشلت سايكس بيكو بولتون. هذه الجملة سأستعير ردا عليها، سأستعير مصطلح قاله اليوم زعيم هذا الكلام القومية. المهم والخطير تبنيها على معلومات، طبيعة الحال معلومات وتحاليل، واضح اليوم الزيارة ليست عادية أستاذي الكريم، ليست عادية على الإطلاق، بولتون والإدارة الأمريكية من خلف بولتون ومن يتمثلون مع بولتون أكلوا يعني كما يقال صفعة قوية اليوم من أنقرة، وأدت تركيا اليوم ملف التقسيم الذي أتى به بولتون لسوريا. قال اليوم زعيم الحركة القومية التركي بدولة بهتشلي
عن بولتون، يعني هل أنت بولتون أو دولتون؟ سواء كان بولتون أو دولتون أو غيره، لا أحد اليوم يعطي لتركيا دروس في العلاقات التركية مع الشعب الكردي، يعني لا تحتاج لكثير. طيب خليني باصطلاحت الآن مسألة مهمة ترتبط بزيارة بولتون، خليني أعرضها على الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد فايز الأسمر، هو معنا عبر الهاتف نرحب به. سعادة العقيد أهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي لك ولضيفك الكريم. حياك الله. هل تتفق سعادة العقيد مع كلام أستاذ حمزة تكين بأن بولتون حمل إلى أنقرة ومن خلال زيارته بعد ذهابه إلى الكيان الإسرائيلي رؤية تتعلق بشكل المنطقة بتقسيمها بشيء مشابه باتفاقية سايكس بيكو؟ يعني أنا ما سمعت الحوار من بدايته. هذا ملخص هذا ملخص ما قاله الأستاذ حمزة. تمام. يعني بالتأكيد أنا أتصور أنه بولتون تجاوز صلاحياته بوصف تركيا أن تراعي الأكراد، وأن الأكراد يعني يتعرضون لمذبحة، فهي تحوي بين جنباتها تركيا وبين مواطنيها الكثير من الأكراد، نسبتهم المئوية لا أعرف بالضبط، هم 10% ممكن. فلا بولتون ولا غير بولتون يعطيها كيفية التصرف مع مواطنيها من الأكراد. أما إذا في 10 مليون كردي تقريباً، تقريباً ربع مليون من الأكراد السوريين الآن مهاجرين في تركيا. تمام. فإذا بغض النظر فهي لا تعطيهم دروساً في كيفية معاملة مواطنيهم، هم يعيشون بأمان واطمئنان داخل الجغرافيا التركية. ولكن بالتأكيد من يريد أن يزعزع أمن تركيا، إن كان ميليشيات البيكيكي المتواجدة في جنوب شرق البلاد أو حتى على الحدود السورية التي تهدد حدود الجنوبية لتركيا، فإن تركيا ستمتعض ويمتعض قادتها من هذا التصريح. للأسف هم يتخذون، لاحظوا الميزان، يعني للأسف أمريكا وواشنطن ميزانها مختلف، هي تصنف حزب البيكيكي بمنظمة إرهابية وتتناسى أذرعه في سوريا من البيكيكي ومن اليبقى، من عفوا البيدة واليبقى، وتتناسى تصنيفهما، وهم أذرعها السورية موجودة على الحدود التركية. طيب الآن سعادة العقيد على ضوء زيارة بولتون، سعادة العقيد على ضوء زيارة بولتون، إلى أي مدى ترى بأن تركيا ستخدم ب إطلاق عملياتها العسكرية شرق الفرات؟ هون حدث ثاني، يعني حسب القراءة أنا اللي عندي سياسية والعسكرية الجغرافية السورية. أيوة. فإنه كقاعدة بهذا التوقيت وبهذا الوضع الآن للمنطقة، من المستبعد قيام تركيا ليس عن نتيجة عدم مقدرة، ولكن قراءة للواقع، من المستبعد قيام تركيا أو غيرها من الأطراف أصحاب النفوذ، روسيا، إيران، النظام، القيام بأي عمليات عسكرية في منبج أو شرق الفرات، طالما أن القواعد الأمريكية فيها ونقاط المراقبة منتشرة على طول الحدود مع تركيا. وإلا فإن هذا معناه اصطدام مباشر مع واشنطن وتعريض حياة جنودها وتواجدهم للخطر، ناهي عن المسؤولية الأخلاقية التي تتعرض لها الآن القيادة الترامبية أخلاقيا في حماية من أسموكهم للأسف شركاء وتركهم لمصيرهم بين مطرقة تركيا وسندان النظام. إذا أتصور أن أمريكا وواشنطن الآن تبحث، تناست احتواء إيران في سوريا، ولكن الآن تبحث عن حماية الأكراد من مطرقة تركيا، وبتصوري أن الأكراد هم معروف طريقهم إلى أين، هم بتوجههم إلى حضن النظام وحضن روسيا، وللأسف أيضا يعني لم ينالوا لا عنب الشام ولا بلح اليمن، حتى جاءهم الرد الروسي بأنه تناسوا مسألة الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية، وأنتم مواطنون عاديون ليس أكثر، كما صالحت بقية المناطق من درعا والغوطة ليس أكثر من ذلك، وستأتيهم مطرقة النظام لاحقا. الأمر الثاني أنه يعني تسلمون أسلحتكم بالكامل للنظام، وأتصور بالتنسيق معه. إذن أعطتهم روسيا الرد الذي رد عليه النظام، وأتصور أن هذا الرد روسي بغير الرجوع عن للنظام لأخذ مشورته. لأن حتى سعادة العقيد، حتى بالنسبة لمنبج غرب الفرات، يعني الناطق باسم الرئاسة التركية اليوم أكد على ضرورة تطبيق الاتفاق بين واشنطن وأنقرة بخصوص منبج. تمام. التطبيق شيء والاقتحام شيء أخي الكريم، التطبيق هو نتيجة توافق ما بين الرؤى التركية على ما اتفقوا عليه منذ عام تقريبا
بتطبيق الاتفاقية والدوريات ومن ثم مجلس محلي وتسليم المنطقة لأبنائها وإعادة اللاجئين الموجودين في تركيا من أبنائها إليها. هذا التطبيق عندما يكون تسليم واستلام ما بين واشنطن وأنقرة هذا شيء، أما الاقتحامات الاقتحام فهي شيء آخر. يعني لاحظ أن الروس اليوم هم للأسف دخلوا على الساحة المنبجية بإجراء دوريات للشرطة العسكرية على طول أيضا المناطق المحاذية من منطقة العريمة وصولا إلى تقريبا حدود نهر الساجور. فإذا الجغرافيا في منبج اختلطت أوراقها، وبتصوري أن هناك توافق ما بين تركيا وروسيا ما في مشكلة بالنهاية. لأنه طيب اسمح لي أختم معك الآن ساعة العقيد بما يسمح بك به الوقت معك. اليوم بالنسبة للتواجد العسكري الأمريكي شرق الفرات، إلى أي مدى يمكن لأمريكا أن تكتفي بقاعدة التنف فقط؟ كل شيء ممكن، ولكن إلى أين يذهب الأكراد من مطرقة تركيا؟ يعني إذا ظلوا الميليشيات الكردية وليس الأكراد. تماما أقصد أنا اليبقى والبيدة الميليشيات الكردية إلى أين يذهب؟ هل سيسلمون تلك القواعد؟ هم لا يستطيعون بالمطلق أن يديروا تلك القواعد ولا أن يحموا تلك المنطقة. فأتصور حضن النظام هو الطريق الأسهل باتجاهه، وهم يحاولون الركض باتجاهه. هذا بالمطلق أخي الكريم، يعني شرق الفرات هو منطقة عميقة من الحدود التركية إلى وصولا. ما الذي ترجحه في هذا الباب؟ يعني فرصة 120 يوما للانسحاب الأمريكي كما أعلن اليوم سيملأ الفراغ نظام الأسد؟ بتطوري إذا لم يكن هناك، وهذا بالمستحيل أن تتوافق ميليشيات البيدي أو توافق تركيا على أن تفاوضهم بالمطلق، يعني هذا. فإذا هم ليسوا حبا، إذا قلنا هم من عباءة النظام، ولكن إذا قلناها تجاوزا أنهم ليسوا حبا بالنظام سيسلمون تلك المناطق للنظام، وإنما نكاية بتركيا، كرها بتركيا. فإذا بتصوري المسألة والجغرافيا مقروها بالنسبة لتوجهات قسد. يعني هم بالمطلق لولا التواجد الأمريكي من أول يوم سيطروا على تلك المناطق، هم لم يستطيعوا بالمطلق أن يسيطروا على شبر واحد لولا الأرض المحروقة. طيب بكلمات ساعة العقيد، في ظل كل هذا الوضع العسكري المعقد جدا في الشمال السوري وجيوش وقوات متعددة الجنسيات والانتماءات، شو أخطر قنبلة موقوتة موجودة حاليا ممكن أن تنفجر في أي لحظة؟ الاصطدام ما بين، طبعا هون ما فيني أقرأ التوافقات ما بين تركيا وروسيا، وما الأمور متضحة بالنسبة لواشنطن. لا بس كملها الجملة، الاصطدام بين من ومن؟ نعم قلت بحدوث اصطدام بين من ومن؟ الاصطدام مفتوح، ممكن أن يكون هناك تصادم، الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. ممكن أن يكون هناك إذا أصرت تركيا باقتحامها لتأمين حدودها بالتصادم مع واشنطن، وأيضا إذا لم تتأمن حدودها عن طريقه. ولكن بتصور أن الروس والأتراك متفقون أقلها بأنه يرضى، يعني ولو أنه أسأنا التعبير، ممكن أن ترضى الشيطان يسيطر على الحدود التركية ولا ترضى بالمطلق البيدي واليبقى بالسيطرة، لأنها مصنفة تحت درجة الإرهاب وعانت تركيا من هذا الحزب. يعني هنا تشير إلى احتمال قبول تركيا بسيطرة قوات الأسد على الحدود. بالتأكيد يعني هم إذا جاءهم الخيار، طبعا أنا أستبعد المسألة الأخلاقية لتركيا ودعمها للثورة ظل 8 سنوات، ولكن إذا ضاقت عليها السبل والأمور فأنه بتصوري الأقل احتمالا أو الأقل خطرا هو التنظيم النظام، لأنهم يعرفون أنه سيلجم قسد والبيدي وهو لجمهم طيلة 40 عاما، وهذا بالمطلق ربما يكون خطرا أكبر على الأمن القومي. تماما لأن النظام ممكن أن يوظفهم أيضا البيدة واليبقى في التصادم مع تركيا ويهددهم بها. يعني الخبير العسكري الاستراتيجي السوري العقيد فايز الأسمر، شكرا جزيلا لك وأهلا ومرحبا بك دائما في الاستديو التاسع. هل يمكن لتركيا أن تقبل بهذا السيناريو؟ سيد الكريم باختصار، تركيا ربما هذا الكلام من باب التحليل قد يرى أنه منطق، ولكن على أرض الواقع من الصعب أن يطبق. اليوم بداية أهالي تلك المناطق لن يقبلوا ب
التواجد، يعني لن ينتهوا من هذه التنظيمات الإرهابية كي تأتيهم قوات أخرى تابعة للنظام السوري. لن تقبل من إرهاب لإرهاب، لن تقبل. هل سيقبل المدنيون بهذه الحلول في تلك المناطق؟ بالطبيعة الحال لا، وتركيا تقف إلى جانب هؤلاء المدنيين وإلى جانب خياراتهم. هذا الخيار الأول، هذه المناطق ستسلم إلى الجهات التي يقبل بها السكان الأصليون هناك. ماذا يريد السكان الأصليون؟ فهو الذي الأمر الذي سيكون أهل المدن وأهل التنظيم المناطق. تنظيم بيدي PKK مختلف كليا ومتناقض كليا مع النظام السوري أيديولوجيا وعقائديا وسياسيا واستراتيجيا، حتى أن بعض قادة هذا التنظيم الإرهابي صرحوا علنا يعني لوسائل إعلام غربية وأمريكية أنه من المستحيل أن نقبل بتواجد قوات للنظام السوري في المناطق. ما حكى لك العقيد الأسمر ليس حبا بالنظام وإنما كرها لتركيا. لن يتخلوا عن مناطقهم بالمجان للنظام السوري، هذا أمر مفروغ منه بالرغم من كل الكره. حتى لو لتركيا لم يريدوا تكرار تجربة عفرين، حتى ذلك أنا لا أتوقع. عفرين ماثلة أمامهم، لن يسلموا بهذه البساطة المناطق التي يحتلونها للنظام السوري حتى لو كانوا بهذه الدرجة من الكره لتركيا. يعني كرههم لتركيا لن يدفعهم للإقدام على هذه الخطوة. هناك اختلاف كما ذكرت كبير بين الطرفين، وأعلنوا صراحة، يعني صالح مسلم قال علنا لا نريد تواجد ودخول قوات النظام السوري إلى مناطقنا، وهذا يؤشر إلى يعني استحالة أن يتفق النظام السوري مع هذا التنظيم في شرقي الفرات منعا للقدوم التركي اليوم. قضية التصادم اليوم، طيب هون لكن بدنا نرجع لمقالة الرئيس أردوغان حول استراتيجية السلام في تركيا. ربما استراتيجية السلام، في استراتيجية سلام تركية لسوريا مقدمة اليوم برؤية تركية. في سؤال حتى ما يروح علينا قبل أن نذهب لتغريدة وتعليق، هل من مصلحة تركيا استعجال استعداء الطرف الأمريكي حاليا؟ هذه النقطة الذي قبل الإعلان سألتني هذا السؤال قبل نجب عليه قبل الفاصل. تركيا اليوم لا تريد استعداء أي دولة في العالم، هذه النقطة الأولى. فيما يتعلق بواشنطن، لا تريد تركيا استعداء واشنطن، ولا تريد أن تكون عدوة لواشنطن وواشنطن عدوة لأنقرة. تركيا تريد علاقات جيدة وممتازة وصحيحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على قاعدة الندية، على قاعدة العلاقات المشتركة، على قاعدة الحفاظ على المصالح التركية بالدرجة الأولى. كل دولة اليوم تريد أن تحافظ على مصالحها، وتركيا لن تقبل بعلاقات مع أمريكا تضر بمصالحها وخاصة بأمنها القومي التركي. إن كانت واشنطن تريد علاقات بهذه المعايير مع أنقرة فأهلا وسهلا بها، وإلا لن تقبل تركيا بالتنازل لواشنطن، لن تقبل تركيا كما تفعل بعض الأنظمة بالانبطاح أمام ترامب وأمام غير ترامب. بهذه المعيار لا يوجد علاقات تركية أمريكية. أما بمعيار الدول والعلاقات الاستراتيجية والعلاقات وتبادل المصالح، فنعم تركيا تريد علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لن تسعى للإضرار تركيا بعلاقتها مع أمريكا. بكلمات وعن مستقبل العلاقة محتملة مع نظام الأسد عندما يتحدث الرئيس أردوغان بمنطق التسوية والسلام في سوريا، ما يريده الشعب السوري بانتخابات ديمقراطية مراقبة من الأمم المتحدة شفافة؟ ما يريده الشعب السوري ستسير به هيك تركيا. رجعتنا لتصريحات المثيرة للجدل، ليست مثيرة للجدل، ما تراجع عنها لما سئل. تصريح لم يتراجع بل وضح، تصريح ليس مثير للجدل، قالوا لن نتعامل مع القاتل الأسد. بالعكس هذا التصريح يعطي رئيس أردوغان يقول أنه قتل مليون إنسان لن نتعامل معه مطلقا. هل الشعب السوري سيقبل بانتخاب شخص قتل مليون شو سوري؟ شو عرفك أنه راح يصير في انتخابات ديمقراطية؟ نحن أنت عارف الانتخابات في بلادنا العربية. كلا، الجملة سيدي الكريم واضحة التي قلتها، انتخابات ديمقراطية شفافة حقيقية مراقبة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. في حال تحققت هذه الشروط، ما تنتجه هذه الانتخابات أي أن الشعب السوري سيكون هذا حرا. هذا بشار الأسد يحق له المشاركة في انتخابات أم يجب على الأقل تجب محاكمته أمام؟ بطبيعة الحال اليوم هذا مطلب الشعب وهذا مطلب الكثير من الدول، ولكن اليوم كما تعلم الوحل السوري اليوم، وكيف أن كثير من الأنظمة
التي بالظاهر تعلن عداءها للنظام السوري هي التي دعمت هذا النظام طوال هذه السنوات. بكلمتين، في عملية إعادة تأهيل للأسد من قبل دول عربية حتى، تركيا ستشارك في هذه العملية برأيك؟ لن تشارك بأي لن تشارك بإعادة تأهيل أي شخص لا يرضى عنه الشعب السوري. تغريدة وتعليق سريعا معك أستاذ حمزة، نأخذ التغريدة الأولى للصحفي إسماعيل كايا، يقول فيها: أبرز الطروحات تتمثل في تشكيل قوات محلية من كافة مكونات الشعب السوري لإدارة تلك المناطق بدعم من أمريكا وتركيا، أو الاتفاق على عمليات عسكرية تركية محدودة لتطهير الشريط الحدودي وضمان عدم قيام كيان انفصالي. تركيا لن تقبل وعودا جديدة هذه المرة وتريد خطوات فعلية على الأرض. تعليق أستاذ حمزة: ليس فقط تطهير الشريط الحدودي، بل من المتوقع أن تدخل تركيا إلى عمق نحو 40 كيلومتر في مناطق شرقي الفرات، أي تطهير الشريط الحدودي وكافة المناطق التي يحتلها هذا التنظيم الإرهابي. ولكن من حيث المبدأ يعني التغريدة أوافق معها مع هذه الزيادة. دون رضا أمريكي ممكن أن تدخل إلى هذه المسافة 40 كيلومتر، معقول؟ دون رضا أمريكي طبعا، بطبيعة الحال أمريكا ستنسحب من سوريا، ستنسحب من شرقي الفرات، 120 يوم وأمريكا ستنسحب من شرقي الفرات. 40 كيلومتر ربما أكثر اليوم، هذه التنظيمات الإرهابية تحتل قرى، تحتل مدن هناك اليوم، صرخات، يعني لدينا الكثير من التقارير والصور للمدنيين والمعاناة هناك. طيب، واجب على تركيا اليوم أن تدخل حماية للمدنيين، حماية المدنيين، منع تقسيم سوريا وحماية الأمن القومي التركي. تغريدة أخرى سريعا: صبري علي أوغلو، دولة بهجلي رئيس الحزب القومي التركي، لا يهمنا ما تفعل أمريكا وما تقول، يجب الدخول إلى شرق الفرات من أجل الحق والحقوق ونصرة المظلومين وبقاء الدولة التركية. أمامنا فرصة ذهبية لاجتثاث البيكيكي الاستراتيجية، تمكنت في الزمان والمكان والقوة. مواقف دولة بهجلي قوية هذه الأيام. دولة بهجلي اليوم حتى عندما كان في الصف المعارض التام للحكومة التركية، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي التركي وبالجمهورية التركية، فعلا نرى لهذا الرجل مواقف سيسطرها التاريخ. والكثير اليوم أنا أقرأ لكثير من الأساتذة الجامعيين في ينحاز المصلحة العليا لتركيا، يدعون لتدريس يعني هذه العقلية الموجودة عند دولة بهجلي، العقلية كمعارض الوطنية. أه. كمعارض، لا يعارض لمجرد المعارضة بل يعارض لما فيه مصلحة الدولة العليا. تغريدة أخرى، تغريدة الثالثة لمن؟ الأستاذ ياسر الزعاترة: منذ قراره بالانسحاب من سوريا وترامب يغرد عن الموضوع، في كل مرة يقول كلاما مختلفا بقدر ما عن المرة السابقة، كان يمثل مصيبة على أمريكا، زاد الله عليها المصائب بقدر ما قتلت من أبناء أمتنا وسرقت من ثرواتنا ودعمت ألد أعدائنا. التخبط الأمريكي يعني جسده الأستاذ ياسر في هذه التغريدة، التخبط الذي يعني تحدثنا عنه خلال الحلقة. لكن لا ندري الآن ترامب سينحاز لمواقف بولتون أم لا. أتوقع ذلك، يعني من يقرأ طريقة إدارة ترامب منذ أن أتى إلى البيت الأبيض سوف نرى كما ذكرنا قبل قليل استقالة ربما قريبة لبولتون. تغريدة أخرى، حسن براري: التناقض في تصريحات رسميين بأمريكا حيال شرق الفرات دفعت أردوغان إلى رفض استقبال بولتون. والتصريحات المسيئة التي قالها بولتون وزيارته للكيان الإسرائيلي، وكما ذكرنا المشروع الذي حمله، مشروع تقسيم سوريا، سايكس بيكو لسوريا، كل هذه الأمور جعلت أردوغان يرفض لقاء بولتون. الاقتصاد التركي سيتأثر، الليرة التركية تتأثر بما يجري حاليا؟ الليرة التركية اليوم تتأثر بكل القضايا، ولكن هي مستقرة، واضح أنها مستقرة منذ عدة أشهر، مستقرة على رقم معين، قد تتأثر نوعا ما في الأيام المقبلة، ولكن واضح أن الاقتصاد التركي أثبت قوة كبيرة. لو دولة أخرى اليوم غير تركيا تعرضت لهذه الحرب الاقتصادية التي انطلقت في أغسطس الماضي بدعم أيضا من أنظمة عربية لضرب الليرة لكانت انهارت الدولة. انتهى الوقت، هل يمكن لأنقرة أن تفاجأ الجميع بعملية عسكرية قبل انقضاء 120 يوما في شرق الفرات؟ بكل تأكيد. أو في منبج؟ بكل تأكيد ممكن، وارد هذا. بكل تأكيد، أمر وارد. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب الصحفي التركي حمزة تكين، شرفتنا في هذه الحلقة من استديو التاسعة. أهلا ومرحبا بك دائما. شكرا لكم مشاهدينا من استديو التاسعة، نستودعكم الله.